كلهم مبروك، وان شاء الله تعملوا فيلم حلو، لان انا يعني بثق في اختيارات احمد الفيشاوي. انت شايف احمد الفيشاوي فيلم ورد الريحان هو فيلم سايكو دراما، فيلم غامق شويه، فيلم صعب جدا في تنفيذه، وهو كان على قد ما هو يبان بسيط في قرايته لكن هو صعب جدا في تحضيره، وانا عامل حاجه مجنونه شويه يعني، عامل ابو احمد الفيشاوي. ما هو بقى ازاي دي اللي انا قصدت ان انا اعملها انا والمخرج انا ومحمد نبيل، والحمد لله اعتقد برضو يعني الشكل اللي احنا وصلنا له في الفروات، لان انا مش طالع كده طبعا، اعتقد ان هو يعجب الناس يعني. ان شاء الله المسرحيه راجعه تاني انسونا، وان شاء الله في ورق مسلسل لاحد المنصات يعني. ايه؟ ان شاء الله هيبقى 10 حلقات. لا لسه بنقرا، لسه ما بدأناش. بص حضرتك، انا يعني انا لا مع ولا ضد، احنا ساعات بنشتغل بيبقى عندنا ضغط عشان مثلا بنلحق رمضان، فاحنا النهارده طبعا هو 12 ساعه ده رقم مهم جدا بالنسبه للممثل، ولكن في ناس يعني احنا بنبقى مضغوطين فممكن نوصل ل 16 و 17 ساعه. لو ده تم بالتراضي للممثلين، مش اللي هو لا انت هتشتغل 16 ساعه، ماشي، لكن ما تجبرنيش ان اشتغل 17 و18 ساعه وتطلب مني ان انا اركز في التمثيل وفي الشخصيه، هيبقى مستحيل. لكن انا مع قرار النقابه يا ريت انه يحصل كده، ونبقى شغالين مستريحين، ما يبقاش ده المخرج مضغوط، ان تحديد عدد ساعات العمل ده مفيد للكل، مش للممثلين بس، للعمال، للمخرجين، مساعدين الاخراج، لكل الكرو اللي ورا الكاميرا. اي عمل بيتعرض سواء قليل او كبير يعني حلقاته، الورق الحلو هو اللي بيفرض نفسه وبيتشاف. يعني ماجد الكدواني عمل مسلسل ظرف عائلي 13 حلقه قالب الدنيا، هي مش بالحلقات، هي بالموضوع.